سوزوكي نحو العودة إلى الجزائر. السلام عليكم، مرحبا بكم خاوتي. ما تنسوا تشتركوا معنا في القناة، تفعلوا الجرس، ديروا لنا جيم فيديو باش كل يوم يوصلكم جديد إن شاء الله. انتشرت أخبار حول تقديم شركة سوزوكي ملفها عبر المنصة الرقمية لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني لطلب الترخيص المؤقت لاستيراد السيارات إلى الجزائر، إلا أن هذه المعلومات لم يتم تأكيدها رسميا وتظل في إطار الشائعات حتى الآن. وفي حالة تأكيد هذه الأخبار فإن ذلك قد يكون خبر جيد للسوق الجزائري، حيث تتمتع الشركة بسمعة طيبة في تقديم سيارات ذات أسعار معقولة وأداء موثوق به. من المعروف أنها تقدم عددا من الطرازات الشهيرة والتي تحظى بشعبية واسعة على مستوى العالم. تشمل هذه الطرازات من بين دول أخرى ألتو، إسبريسو، سويفت، تزير، بالينيو، فيتارا وسيليريو. من الطبيعي أن يولد قدوم سوزوكي للسوق الجزائري اهتماما كبيرا، لأنها شركة معروفة بتقديم خيارات ميسورة التكلفة وذات جودة عالية، مما يلبي توقعات المستهلكين في السوق الجزائري. على الرغم من أن الأخبار حول تقديم ملف سوزوكي لم تتأكد بعد، إلا أن السوق الجزائري يبقى مترقبا لأي تطورات قد تحدث في المستقبل المنظور، وسوف يظل الجميع على أهبة الاستعداد لمعرفة ما إذا كانت ستعود إلى السوق الجزائري بقوة وتقديم خيارات مميزة للمستهلكين المحليين، مما يفتح الباب أمام وصول طرازاتها الشهيرة إلى السوق الجزائري. من بين هذه الطرازات البارزة التي قد تجد طريقها إلى الجزائر سنجد ألتو، إسبريسو، سويفت، تزاير، بالينو، فيتارا وسيليريو. ما تنسوش خاوتي اشتركوا معنا في القناة، فعلوا الجرس، ديروا لنا جيم لافيديو. ربي يحفظكم ان شاء الله.